هذه الخيمة ولد هذا المولود بعدما فقدت أمه الأمل في الولادة بالعيادات الطبية. نجا من مخاطر الولادة، لكنه ما يزال يكافح مخاطر الإقامة هنا. أما هذه الأم فالقلق لا يفارقها برغم أنها أنجبت 4 أطفال قبل حملها الحالي. 4 تقول إن جميعهم ولدوا بعمليات قيصرية. لا تخشى دخول العملية، لكنها تخشى عدم التمكن من الدخول. خشية ولدت من رحم فيضانات رمت بها مع أسرتها في براثن النزوح. أسير في شهر 9 من الحمل ولا مال لدينا، لذا لا أعرف أين أجري عملية ولادة القيصرية الوشيكة. نزحنا هنا ونواجه انعدام الخدمات. ضعف القطاع الطبي في إقليم السند حول كثيرا من المؤسسات التعليمية إلى مراكز صحية مؤقتة للحد من الأزمة. أزمة طالت الأجنة في الأرحام، إذ تشير تقارير الحكومة إلى أن 600,000 امرأة حامل في المناطق المتضررة من الفيضانات يفتقرن إلى خدمات صحة الأم، وليس لهن مكان آمن للولادة. حوامل معرضات لخطر الإصابة ببعض الأمراض كالملاريا التي تؤدي إلى الوفاة أو الإجهاض في كثير من الأحيان. سوء التغذية وشرب المياه الملوثة عاملان أساسيان في فقدان الحوامل أجنتهن. جاءت إلينا هنا حالة وفقدت جنينها قبل 2 فقط من موعد ولادتها. تبدو المشكلة أكبر بكثير من الدعم المقدم محليا ودوليا، فهناك أكثر من 5 ملايين طفل ليس لديهم رعاية غذائية ومعرضون لمخاطر صحية. مخاطر حالية تسبب بها البعوض وأخرى مستقبلية تنجم عن البرد الوشيك. يفضل المشردون هنا ظل الأشجار على خيام لم يظفروا بها حتى الآن، وإن حصل ذلك فإنهم متخوفون من الإقامة فيها بعدما رأوا صنوفا من المعاناة وفقدان عدد من الأطفال داخلها. بلال أسطل العربي من مدينة دادو بإقليم السند جنوبية باكستان.